أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، ومس ختام حلقتنا لليوم مع جمعية الأيدي العاملة لنشمي الخيرية البادية في قضاء أم جمال. وإحنا تعودنا نشوف المرأة في الريف والبادية من زمان وهي شريك فاعل إلى جانب الرجل في العمل، في إدارة المنزل وفي تدبير شؤون الأسرة. ومثال حي على هذا الموضوع هو ما تعمله أيضا جمعية الأيدي العاملة اللي رح نتعرف عليها أكثر اليوم من خلال رئيسة الجمعية الست شوما المساعيد. أهلا وسهلا فيكي. والسيدة تهاني الحراحشة كمان مستفيدة من الجمعية، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء بدي أقولكم الحمد لله على السلامة، لأنه يسلمك. جايين من مكان بعيد، يعطيكم العافية. معافيك. وتعرفينا أكثر وتعرفي المشاهدين على جمعية الأيدي العاملة الخيرية لنشميات البادية. إمتى تأسست الجمعية؟ وين مقرها وشو بتعمل؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكرك على حسن الضيافة. جمعية الأيدي العاملة هي جمعية وليدة، تقدر تقولي عمرها 3 سنوات، موجودة بالبادية قضاء أم الجمال. يعني هي تخدم سيدات المجتمع المحلي في هذا القضاء. عملها انه احنا سميناها الايدي العامله، حتى كل شيء عملي عندنا، يعني ندرب ونمكن السيدات من الاعمال اليدويه اللي الان هي احنا نفتقر لها كمجتمع اردني، لازم نرجع لها حتى ما يصير التراكم كله على الوظيفه، بندور الوظيفه. فالوظيفه الاكاديمي اصبح عندنا الآن، لما نرجع ونعمل ونمكن السيدات من الأشغال اليدوية والخبرات القديمة للجدات وسيداتنا بالبادية عندهم خبرات يعني وعندهم مواهب، إحنا لما نستقطب هاي المواهب ونستنتجها منهم، إحنا بنمكن الجيل الجديد على أنه يعمل ويشتغل ويجتهد. تجتهد السيدة في بيتها، تعمل تتعلم مهنة. أنا يعني صرنا مخرجين هاي الدورة الثالثة والحمد لله، خلال 3 سنوات حوالي يعني 35 سيدة اللي احنا خرجناهن، كلهن ما شاء الله عليهن بيشتغلن وبنتن ويبيعن ويعملن مردود بيساعد أسرهن على هاي الحياة. والآن كمان كم سيدة الآن معكم بالجمعية عضو؟ أعضائنا حوالي مش كثار، يعني حوالي 25 سيدة كوننا مبتدئين. بس الإقبال والله جيد على العمل. الورشات اللي بتعطوها، أعطينا دورة قش، دورة سنارة، خياطة، أشغال يدوية مختلفة زي هدب الشمخ، تطريز مثلا، تطريز سماعات غذائية، تكبس زيتون. احنا بنعمل الأكلات الشعبية، نرجع للأكلات الشعبية كمان، عندنا جناح الشعبية بنعلمهن على أساس أنه ما يندثر هذا. مثل إيش في مثل أكلات شعبية؟ الرشوف، الرشوف مثل أنا يعني الوزيرة بسيسو تغدت عندي رشوف وخرجت عندي دورة الحمد لله، وحضرت عندي معرض على الأكلات الشعبية. المأكولات الشعبية هي أصلا غير الرشوف، نعمل الكبة على العربية ونعمل اللزاقيات وخبز الصاج، كل هذا له الآن تسويق كويس. لما السيدة تعملوا مكمورة؟ نعمل المكمورة، ليش لا؟ تفضل علينا كل مكمورة. المجللة لا، صدقيني أنا ما أعرفها. ما بتعرف مجللة إلى الجنوب أكثر. والله من الجنوب حتى أكون صادقة معك يعني، بس إنه كلها يعني من تراثنا. طب كتير حلو، أنتوا جايبين معاكم بعض من ما تنتجه الجمعية، يعني حتى نعرف أكثر المشاهدين عليه. تحكي أكثر تهاني، أنت كمان عضو في الجمعية ومستفيدة من الجمعية، شو استفدتي من إمتى صرتي عضو معاهم وشو تعلمتي من الجمعية؟ صار لي 3 شهور عملت دورة وصرت عضو في الجمعية، واستفدت منها لإلي لبيتي أول شيء وللسيدات اللي معي. إيش أخذتي دورة بالقش ولا بال بس والله صراحة لا سمعت غذائية يعني تطريز لا مالكش بس في القش حبيت يعني القش أكثر أكثر ميولي له أكثر. حلو عندنا هون يعني هاي مراي، هاي تحط يعني في البيت فوق مغسله او زي اطار لمراية. هو قالب وهذا الاطار قش نعمله احنا. هاي نحكي احنا محلات حلو شغل الاعياد. صلي هاي منظر طاوله، وهاي منظر طاوله او على الزاويه نحكي له العش. هاي باكيت فاين، هاي صينيه قدم فيها شاي ضايف. كمان زي سله البيض.
هاي عندكم لوزة نحكي لها منظر كمان، هاي باظة، هذيك كوت شغل أم بدها تخلف تولد، لبيبي أكثر شيء يعني مو شغل مناسبات. طيب كيف استفدتي؟ يعني قلتي انعكس بالثلاث شهور، يعني بلشتي أو تلمسي الفرق إنه أنت استفدتي وبيتك استفاد وأسرتك يعني استفادت؟ منه بستفيد مردود لبيتي، ساعد زوجي فيه، اسوق في سوق السوق المفرق يعني عندنا اكثر شيء، لانه ما في بنات يعني برا يعرفوا هاي الشغله الا عندنا بالمفرق تقريبا. وفي في يعني ناس بيشتروا مثلا بتعملوا معارض، بس اكثر شيء يعني كيف تعرضوا منتجاتكم؟ كيف الناس بتندل عليكم تعرفكم؟ احنا بنعمل معرض في اخر كل دوره لمنتجات السيدات وبندعي عليه برضه بام جمال بنفس الجمعيه لما نخرجهم نعمل منتوجاتهم معرض وندعي عليه المؤسسات اللي حوالينا والمدارس والمجتمع المحلي، وخلال هذا المعرض بنسوق انتاجهم بيستفيدوا منه كمان على التواصي الان. يعني اذا عندنا بدها تطلع بشهاده من القش تطلع بعقد عمل لدوله في الخليج على هي الشهاده، على هذا العمل، على اساس انه صار يعني العمل مطلوب بالخليج، كثير عملنا هذا مطلوب بالخليج. كيف قدرتوا منتجاتكم للخليج؟ للخليج كانت صحبه سيدات التواصل من المجتمع نفسه، يعني كانت وحده بدبي زارت اهلها فشافت عند جارتها من المنتج وين كذا بيسوقوا بدنا منه، صارت تودي معاها هناك، صار في سيدات أعمال دبي بدهم يعملوا معارض بدهم من التراث الأردني والأشغال الأردنية، فصاروا يحكوا لها يا ريت أنه في مدربات تجيب لنا إياهم لعندنا على أساس نتواصل معهم ناخذ واحدة أو ثنتين قد ما أنه هذا كثير كويس ودي لها عقد عمل وتيجي لهناك وبتشتغل عندنا. طب لو بدكم تشاركوا بمعرض خلينا نقول بالخليج أو بأي بلد آخر غير الأردن، شو أبرز شيء بتعرفوا فيه الأردن للناس اللي برا؟ أبرز شيء عندنا تراثنا الأردني الأصيل، تراثنا الأردني الأصيل كثير كويس. نستقطب خبرات السيدات القديمة، وإحنا بس نفتقر لإشي واحد اللي هو التواصل. نتمنى من وزارة التنمية ومن الصندوق الأردني لتنمية البادية، نتمنى منهم انهم يوصلونا هم بطريقتهم اعرف مننا هم بالتواصل، انه يكون للمرأة يعني انتم مشكلة التسويق مثلا او انه الناس ما تعرف عنكم. ايوه بحاجة انكم بحاجة انه أكثر. الجهات التنموية للمرأة انها توصلنا، لو حبذا لو يفتحوا لنا مثلا مكتب في وزارة التنمية انه هذا لتواصل تراث السيدات مع دول الخليج لانه في له تسويق كويس، تبادل خبرات كمان، تبادل زيارات. شو في تحديات كمان بتواجهكم؟ يعني حسيتي بالثلاث سنوات انها مشاكل خلينا نواجهكم بالجمعيه كسيدات التمويل من الجهات المانحه، احنا كسيدات باديه ما بنعرف وين الجهات المانحه لمشاريع صغيره، مع انه بنسمع انه في جهات مانحه من منظمات على مشاريع صغيرة زي هيك، بس إحنا كسيدات بالبادية مش كثير في ناس مهتمة من الحكومة، بدي أقول لك يعني من التنمية من المؤسسات التنموية إنهم يتواصلوا معنا وجد يعني بحطونا بصورة جدية على تواصلنا مع هيك مجتمعات حتى نقدم شغلنا ونسوق وحتى يتطور كمان الشغل كمان أكثر، ناخذ خبرات يعني من برا ونعطي من خبراتنا. يعني كثير التواصل والإعلام كثير عندنا مهم. أكيد. يعني ست هاني شو بتحكي للسيد اللي الآن عم بيسمعوك وبيشاهدوك إنهم مثلا يخوضوا زي هاي التجربة؟ هل هي مجدية؟ هل إنه بتقدري وإنت في بيتك قاعدة مع أسرتك مع أبنائك بتراعي شؤونهم وأمورهم إنه تشتغلي وبنفس الوقت يكون في مردود مادي مساعد الأسرة؟ أنا أنصح كل بنت أردنية أو فتاة أردنية عندنا بالأردن هون تتعلم مهنة إلها ولبيتها بنفس الوقت، وهي ما يعني أنا ما أثرت لا علي ولا على بيتي، منسق بين أولادي وبيتي يعني، وشغلها خفيف يعني ما تاخذ وقت نهائي اللي إذا كانت السيدة حابتها.
إذا كانت حبيتها. وزي ما حكيتي إنه في كمان أمور أخرى، في دورات أخرى، في خياطة، في تطريز كمان، بتعلموا التطريز بالضبط، التطريز في شالات صوف يعني حتى للطالبات الجامعية صرنا نعمل فستان كامل على السنارة، صيفي، خيط صيفي، خيط شتوي. الشال، طب الأزياء الجميلة هاي يعني إحنا بحاجة إن نشوفها، بحاجة إن نعرف عنها، بحاجة يعني إن نسوقها يعني كثير. في عنا أنا يعني ما بتشاركوا في معارض يعني، هل إنه بس أنتوا تسويقكم لي خلينا نقول لقضاء أم جمال أو منطقة المفرق مثلا، يعني ما بتحاولوا إنه تشاركوا في معارض في محافظات أخرى حتى يكون بنحاول؟ والله احنا بنحاول تواصل مع المحافظات، التعاون احنا والجهات التنمويه اللي حكيت لك عنها، لما هم يعطونا اهتمام شوي احنا بنتعاون معهم على اساس انه كذلك نوصل منتجاتنا لمعارض ثانيه، لخبرات ثانيه. يعني هاي المهنه سيده البيت زي ما تفضلتي، وهي قاعده تعمل صينيه ممكن تحتاج 10 دنانير وهي بالسهره تحصل العشر دنانير، بينما الشهادة الأكاديمية إلا على الوظيفة. يعني المهن كثير كثير، أنا بحبذ وبنصح كل سيدة وكل بنت رديفة للشهادة، الشهادة الثقافية إنه يكون عندها كمان حرفة. لأن الحرف كثير كثير كويسة، والله بارك بالعمل، والعمل عبادة. صحيح، إحنا يعني لما نبعد عن احنا بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق بجمعية الأيدي العاملة للخيرية لنشميات البادية، وانتم نشميات يعني ما شاء الله عليكم. وهي دعوة كمان لكل اللي عم بسمعونا في قضاء أم جمال أو في منطقة حتى في المحافظات الأخرى، إنه يسألوا ويشوفوا هاي الجمعيات، ومش غلط إنه يتعاونوا معها، خصوصا السيدات اللي في بيوتهم أو يمكن ما بيحملوا شهادات جامعية، بيقدروا إنهم يحترفوا مهنة تكون مجدية حتى ماديا لهم. شكرا لوجودكم معنا ست شوما المسعيد، التهاني الحراحشة، وصباحكم طيب وأنتم أحسن، وشكرا لكم ولحسن الضيافة لكم. أهلا.